كيف نعرف الله؟ كيف نعرف صفاته؟ كيف نعرف أفعاله؟ كيف نعرف أنبياءه؟ هذه المعرفة، ما هو مصدرها؟ المناهج الاخرى للمعرفه اما مشوبه بالخرافه واما مشوبه بالقصور هذه المعرفه التي نجدها عاده في المناهج الاخرى في المنابع الاخرى إما مشوبة بالخرافات، وإما على أقل التقادير هذه معرفة مشوبة بالقصور. المعرفة الحقيقية لا نجدها إلا في القرآن، وإلا في أحاديث أهل البيت. الإمام صلوات الله عليه قال لذينك الرجلين شرقا وغربا فلن تجد علما صحيحا إلا علما خرج منا أهل البيت أنتم لاحظوا الكتب الآن ما أريد أخوض في هذا الجانب كيف تصور المناهج الاخرى الله تعالى راجعوا كتبهم ولا اريد ان اذكر في علم الله مثلا قد قيل لا علم له بذاته شوفوا هذا شلون منهج في فهم الله وفهم صفات الله الله لا يعلم أنه موجود قد قيل لا علم له بذاته من قائل بهذا فلاسفة كبار اعتمادا على دليل واهي يقول العلم إضافة والإضافة لا تعقل بين الشيء وذاته هذا هو العلم اضافه بين شيئين والاضافه لا تعقل بين الشيء وذاته. احنا ما نعلم بذاتنا، انتم ما تعلمون انكم موجودين. يعني شوفوا شلون دليل واهي. احنا كل واحد منا يعلم بانه موجود، فالنفس علمت بذاتها، ليش الاشكال ما اجى هنا؟ احنا نعلم بذاتنا والله لا يعلم بذاته، قد قيل لا علم له بذاته. وقيل لا يعلم معلولاته. الله تعالى علمه متجدد. اعتمادا على دليل واهي. شوفوا هاي نتائج الفكر البشري. يقول احنا خو ما كنا في الازل فكيف علم الله بنا؟ احنا كنا قبل مليار عام ما كنا فكيف علم الله بنا؟ هذا فيلسوف كبير يقول هذا الشيء انا اعلم بطلوع الشمس غدا انتم تعلمون بطلوع الشمس غدا مع ان طلوع الشمس غدا مو موجود لكن الله ما يعلم بذلك يعني الله اللي خلقوه في اذهانهم، اللي هذا الله مو خالق، هذا الله مخلوق المخلوق، لان هم مخلوقون لله تعالى، وهذا الله اللي صنعوه في اذهانهم، مخلوق هذا المخلوق، الله اللي لا يعلم بذاته هذا مو الله، الله اللي لا يعلم معلولاته هذا مو الله.